هذا الفيديو هذا هدية مني لجنودنا الرجال المغاربة الأشاوس الشجعان الأبطال البواسل الأسود الضارية اللي واقفة على طول الجدار الخط الأمني ما بيننا وما بين صندالستان وما بين أعداء الوحدة الترابية للمغرب. بغيت نقول هاد الجنود هادو ممكن يكونوا صغار في الرتبة لكن كبار في القيمة، كبار في الشهامة، كبار في الرجولة، عكس شي مسؤولين اللي جالسين في الرباط ما نافعين الدولة حتى بشي زفتة، جالسين كيتخلصوا من أموال الضرائب وجالسين في المكاتب المكيفة ديالهم وما كيديروا حتى شي زفتة وكيتخلصوا، ولا كانت وقت الصح كتلقاهم هما الأولين اللي كيتخبوا مورا ماماهم. فتحية لكم الجنود ديالنا أفراد القوات المسلحة الملكية، أنتم تاج فوق راسنا، ربي يحميكم وربي يرحم الكرش اللي ولداتكم. السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحياتي لكم جميعا، كنحييكم كل واحد باسمي في اي مكان كنتو اسول فلا. العالم الالماني الشهير ألبرت اينشتاين قال في النظريه النسبيه العامه ان في الكون كل شيء متحرك، ما كاينش حاجه ثابته. وانا في نظريه هادشي اللي قال ألبرت اينشتاين ممكن نطبقوه على الاحداث الدنيويه اللي كتدور ما بين البشر في الدنيا اللي احنا عايشينها. فكنعيشوا بزاف ديال الاحداث بحي الزمن يقلي، هادشي اللي كيتسمى في اللغه السينمائيه الذروه الدراميه، وهادشي فعلا اللي وقع قبل عام. علاش بغاو يسدوا مع بعض الكركرات؟ لان هذا نابع من الاوامر ديال الاسياد في الجزائر اللي حاقدين على المغرب وحاسدين المغرب وما خص المغرب يقوم بالتجاره مع افريقيا، فبغاو يسدوا هذاك المعبر. فاليوم وقع واحد التطور خطير اللي خلى ان امين العام للامم المتحده غوتيريس ندد بدوك الافعال الصبيانيه اللي كتقوم بها البيادق ديال الجزائر اللي هما البوليزاريو. مجموعه ديال الصعاليك الصحراء يجيو يفرضوا عنا الراي ديالهم، يفرضوا على بلاد وريثه ديال امبراطوريات وصلت لافريقيا الوسطى، ما يجيوش بعض مخيات يهينوا الجنود ديالنا البواسل. وحنا شفنا كيفاش كيهينوا الجنود وكيسبوا الجنود وكيسبوا المغاربه وكيفاش كيتعاملوا مع السائقين. اي مغربي حر غيشوف واحد الفيديو من الاول ديالو اللي غادي نعرض دابا غادي يحس بالحقره وغادي يحس بالاهانه. هذا الظاهر، شوفوا هذا الفيديو، شوفوا هذا الفيديو بعدا باش تشوفوا الرجاله بوليزاريو اللي باغيين يحرروا الصحراء، اللي باغيين يديروا جمهوريه عربيه. شوفوا الفيديو. سمعتي كيسب فيها الكلب؟ سمعتوا؟ واخا ما عايش في المغرب باش كنشوف داكشي كيبقى فيا الحال، كيبقى فيا الحال، كنتالم ما كنرضاش ان مغربي يتهان. سمعتوا شنو قال لي؟ قال لي غادي سمعتوا؟ يا ودي أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم أن معبر القرقرات بين المغرب وموريتانيا أصبح في الوقت الحاضر مؤمنا بشكل كامل من خلال إقامة القوات المسلحة الملكية لحزام أمني بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. من بعد ديك العملية العسكرية المغربية وذاك يعني ذاك الهروب داك الهروب يعني تاريخي ديال عصابه البوليزاريو ودوك الصناد اللي خلاه والخبز كارم، يعني تخيلوا شوفوا صاحبي الاهانه كيوكلوا الخبز كارم واحد الحاله صاحبي، يعني مخليين العيون وبالخير وداخله تبارك الله للمغرب الخير الحمد لله كيما ما كانت الظروف. ما كاينش عندنا شي واحد في المغرب كياكل خبز كارم، ما كاينش، هما كياكلوا خبز كارم واحد الحاله. انا كنتواجد في المنطقه العزيله ما بين المغرب وموريتانيا، وهي منطقة صحراوية الطول ديالها 3.8 كيلومتر الآن بالضبط. هذا هو المكان اللي كانوا فيه جردان ديال البوليزاريو قبل ما يطردهم الجيش المغربي
الجمعة الماضي، واش ما خلاوهم بعد ما حرقوا هذه الغسالة اللي كانت عندهم هنا. ها هو واحد بيدو الماء، ها هو واحد السطل كيديروا فيها اتاي، ها واحد الزربية ها فين كيطيبوا اتاي، ها مع شنو كياكلوا، ها هو التمر هنايا، ها التمر كياكلوه، ها هو هاد السطل هنايا عفوا، ها هما فين كانوا كي ها هاد الأحذية ديالهم، هاد الأحذية ديالهم هادي. ها الخنشة ديال الخبز خلاوها هنايا، ولهذا كنعيطو لهم الجردان. ها قراعي ديال الماء. وبغيت نأكد على واحد المسألة مهمة، وهي ها هي واحد البقايا ولا العلبة ديال الطون ميلمو، ها هو صنع في الجزائر، صنع في الجزائر، ها هي فابريكي اون الجيري. لكن الحمد لله اليوم أولادنا أسبوعة ديال القوات المسلحة الملكية ردوا لنا حقنا. وباش نتفقوا على واحد القضية، حنا مشكلتنا ماشي مع البياض، لأن دوك البوليزاريو ما كيسوقوا بالصلاة، ما كيسوقوا حتى 4 ريال. حنا مشكلتنا مع الجزائر، الصحراء المغربية مشكلة المغرب والجزائر، ما كاين لا بوليزاريو ولا جبهة التحرير ولا جبهة الزمر. فهاد البوليزاريو هادو لا قيمة لهم ولا يعني، واش كتعتقدوا أن داك إبراهيم الرخيص عنده شي قيمة؟ فاش دوز هاد السين تاكل قدامي بديت كنتخيل بديت كنتخايل كيفاش غادي تشوف الاجيال الجايه مورا 100 عام كيفاش غتشوف احداث ديال القرقادات. وهذه هي الفكره اللي طاحت عليا. لكن قبل ما تشوف الفكره ما تنساش لما كنتيش مشترك تشارك في هذه القناه وتفعل جرس التنبيهات، ولا كنتي ديجا مشترك لايك وشير ودعمنا بتعليق. فرجه ممتعه. تجاري مهم في إفريقيا، هو ممر تمر عبره التجارة العالمية من المغرب إلى إفريقيا. هذا الممر يهم اليوم تقريبا ثلث سكان إفريقيا، يعني حوالي 12 دولة يعني معنية بشكل مباشر أو حتى غير مباشر بالتجارة وتنقل الأفراد والبضائع عبر هذا المعبر الحدودي الذي يقع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. فإذن هو معبر مهم جدا للتجارة الإقليمية والقارية وحتى الدولية.
ما عمري نهاق عليكم، ولكن تبارك الله عليكم. اخواني الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، لا ما كنتيش مشترك اشترك، فعل الجرس، هاد التويشيات كاملين ديرو. تحياتي لكم، نتلاقاو في فيديو جديد، شكرا. يا الله الكنيسة حتى هي بغات تصلي وداها تبع عاد بان لكم الصلاة دابا، لا حول ولا قوة. ما عرفت هاد الفيديو هذا صاحبي، واه عاد كيضربوا الناقوس دابا بغاو يصليو، مسال دابا 6:30 المغرب ديالهم هادي. دابا شكون غادي يمشي يصلي السبت في الكنيسه؟ كلشي كيضرب الطاسه دابا، كلشي سكران دابا، شكون غادي يمشي يصلي دابا؟ فهمت انا كيضربو دابا راه يوم السبت كلشي في البيران، الناس راه في البيران دابا يمشيو يصليو، عاد تبان لهم كنيسه اللي يمشيو السبت بالليل. عاد تي ساكن دابا جوج حدا جوج كنيسات، وحدة هنا وحدة هنا، طين طين طين. ما عنديش مشكلة انا، الحرية حرية، ما عنديش مشكلة مع الدين، ولكن نسناوة 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 نسناوة.